نتعرف على طريقة كيفية حل المشكل، تفعيل الوضع المظلم على تطبيقكم فيسبوك. قوموا بالضغط هنا على تطبيق فيسبوك. ثم قوموا بالضغط هنا، من ثم قوموا بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم قوموا بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على وضع مظلم، من ثم قوموا بالضغط هنا على قياد تشغيل. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بوضع المظلم على تطبيقكم فيسبوك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.